مشاهدينا والمزيد من الحوار والتعليق ينضم معنا عبر الهاتف مشكورا المدير العام لتربية الكرخة الأولى الدكتور فلاح القيسي. بداية مرحبا بك دكتور في حصاد هذه الليلة، يعني مناشدات للرشيد لذوي طلبة المرحلة الثالثة أو الثالثة المتوسط بإيجاد حلول أخرى تكون بديلة من تأدية امتحانات النهائية بالوجود في هذه الصفوف، خصوصا يعني وإن الأجواء الصحية يعني غير مهيئة، هل من استجابة أو نقاش داخل أروقة وزارة التربية، أقصد هنا اجتماعات هيئة الرأي للنظر في هذا الموضوع؟ يعني أتصور هذه مجازفة. نعم، شكرا جزيلا أخي العزيز، وشكرا لكل مشاهدي قناة الرشيد لإتاحة هذه الفرصة. يعني بالحقيقة يعني رغم أنه استعدادات كل مديريات التربية بالعراق من خلال تهيئة المستلزمات المطلوبة من الكمامات ومن تعشير المراكز الامتحانية، بالحقيقة يعني هنالك قلق كبير جدا من قبل العوائل الطلبة وكذلك من المناكات التربوية، خصوصا أن هناك زيادة بأعداد المصابين وأيضا من ضمنهم من المناكات التربوية. نعم. احنا بالحقيقة سوينا كتاب يعني مناشدة للسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وإلى وزارة التربية بتعليق الامتحانات، وهنالك مؤشرات ايضا يعني انا يمكن النتائج عملناها للدراسه الابتدائيه وايضا للثانويه، يعني وجدت الكثير من العوائل لم يراجعوا الى استلام نتائجهم، لذلك اضطرينا انه احنا نوزع هذه النتائج عن طريق منصه نيوتن وعن طريق التواصل الاجتماعي. نعم. بالحقيقه اكو قلق كبير جدا واكو مخاوف وهناك يعني مناشدات، وخصوصا يعني أعداد الطلبة فيما يخص المراحل المتوسطة في بغداد قد يتجاوز 220 ألف طالب. يعني دكتور يعني أفهم من حضرتك أنت مع مناشدات ذوي الطلبة حول يعني حلول أخرى لهذا الموضوع. نعم، يعني حاليا احنا كنا نتوقع أن هنالك التزام كبير من قبل العوائل، أعتقد يعني جنابكم أنتم أيضا عدستكم طالعة الشارع، مع كل الأسف لم يكن هنالك التزام من بعض المواطنين، لذلك نشوف الأعداد يعني انتشرت بسرعة بهذا الفيروس، وأيضا انصابوا الكثير عندنا من الملاكات التربوية، ولا يمكن يعني أن نتحمل المسؤولية، لأن يعني أعداد الطلبة اللي راح يجوني بس من جريتي بحدود 30 ألف طالب، من يضمن أن هؤلاء الطلبة لا يحملون الفيروس على الرغم التعفير والقفازات اللي حضرناها والكمامات وأيضا المعقمات، لكن لا يمكن أن نضمن من قبل الملاكات التربوية. طيب. وأيضا الطلبة أنه لا يحملون هذا الفيروس ولا نتحمل المسؤولية بالحقيقة. طيب دكتور، هناك من يرى من ذوي الطلبة أن تأجيل العام الدراسي لابنه أفضل من ذهابه وتعرضه للخطر، يعني خصوصا وإن الخطر ليس مبالغ فيه لكن هو واقعي جدا، كما تعلم الإصابات بالمئات يوميا. يعني قد يكون هذا التأجيل لبعض العوائل، لكن يعني خلينا نكون احنا يعني نحكي بصراحة، ابنك انت تريد تضيع عليه سنة؟ ابنك تريد تضيع عليه سنة؟ احنا كلنا يعني منصات نيوتن والتواصل الاجتماعي والدروس اللي انقيناها لا يمكن ان نضيع سنة، لذلك احنا هنالك بديل. البديل انه احنا نعتمد درجات نصف السنة، هي الدرجات التي تعتمد مثل ما اعتمدناها لطلاب التراخي الابتدائية. يعني نطالب احنا ايضا يعني صوتنا مع صوت ابنائنا وعوائلنا الكريمه باعتماد درجات نصف السنه، والمكملين من ابنائنا المكملين في نصف السنه بالامكان نمتحنهم بالشهر العاشر بالشهر الـ11 لحد ما يعني يخف من الاصابات او ايجاد الحل المناسب لموضوع يعني فيروس كورونا على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقه. طيب دكتور، حتى وإن كانت هناك شروط سلامة داخل القاعة، وطبعا هذا أمر صعب في ظل ملامسة تفاصيل كثيرة خلال دخول وخروج الطلبة من القاعات، السؤال هنا ما هو الضامن أن يلتزم الطالب بعد خروجه وهو ليس بالوعي الكافي ليعي خطورة موقف كوباء كورونا، خصوصا وإن الكرخ تشهد يعني إصابات مرتفعة في الآونة الأخيرة؟
وبالحقيقة يعني واحدة من المبررات اللي رفعناها من الوزارة لا يمكن السيطرة على الطلبة، وخصوصا يعني في كرية الكرخلولة هناك 200 مركز امتحاني. نعم. يعني كل مركز امتحاني بحدود 125 إلى 150 طالب. شو اللي يضمن أنه أنا طالب ما أقدر أغطي أنه أنا كل المراكز الامتحانية خلال طالب يعني خارج الساحة خارج المدرسة بالفعل. نعم. أنه ما يختلط ما يختلط. لذلك واحدة من المؤشرات والمبررات اللي رفعناها إحنا إلى السيد الوزير وإلى دولة رئيس الوزراء لأن هذا الموضوع يتعلق في يعني قرار مجلس الوزراء طيب. باعتماد درجات نصف السنة. لذلك احنا نقول لا يمكن السيطره عليهم، خصوصا هم الطلاب يعني في هذه المرحله لا يمكن السيطره عليهم بالحقيقه. اما كاجراءات احنا يعني مكملين كل الاجراءات، لكن تقول لي هل تضمن سلامتهم خارج المركز الامتحاني؟ هل تضمن الاتحاد بيناتهم؟ هل تضمن الاختلاف يعني فيما يكون بيناتهم؟ يعني لا، اقول لك لا يوجد اي ضمان لهذا الموضوع طالما هم خارج اداره مركز الامتحاني. طيب من الممكن ايضا استاذ دكتور فلاح يعني ان تتكلم مع هيئه الراي بان الصين يعني وخصوصا في بكين بعد ووهان يعني ظهرت فيها اصابات جديده، واول قرار لها اليوم هو اغلاق المدارس لادراكها بخطوره هذا الامر. يعني نحن اليوم نسجل 465 اصابه بجانب الكرخ فقط، وذاهبون الى اجراء الامتحانات بشكل طبيعي. أنا متأكد كل التأكيد من الوزارة وأيضا مجلس الوزراء الموقر راح ينظر بهذا الموضوع يعني وقريبا جدا. إحنا بالحقيقة الجدول من وضعناه كانت يعني الإصابات خفيفة على مستوى الأراضي خصوصا العاصمة بغداد، يعني كانت الأعداد قد تكون 30 20 15 بالإمكان السيطرة عليها، ووضعنا الجدول يعني لهذا التوقيت من قبل شهرين. أما حاليا أنا أعتقد أن الفيروس بذروته والأعداد تزداد ولدينا القلق الكبير بعدم الإجراء، ونحن يعني نذكرها بكل صراحة لا نتحمل المسؤولية. طيب. طالما هنالك أعداد كبيرة من القاعات الامتحانية، لذلك احنا وكل مديريات التربية يعني قدمنا بالحقيقة طلب لتعليق الامتحانات الثالث المتوسط وانهاء العام الدراسي باعتماد درجات نصف السنة حال أضيف إلى كلامك دكتور فلاح المسؤولية الأخرى أيضا لربما تقع على عاتقكم، يعني موعد الامتحان في 12 من تموز القادم، يعني هذا التوقيت لربما سيبقى نفسه، كيف سيكون التعامل مع حرارة الصيف وعدم توفر مستلزمات التبريد داخل القاعات في ظل امتحان يستغرق 3 ساعات؟ والله بالحقيقة احنا هيئنا يعني أقول لك بالمناسبة هيئنا كل يعني المولدات، وأيضا هنالك تنسيق مع كهرباء الكرخ وأيضا الدفاع المدني والإسعافات الأولية. كل إجراءاتنا يعني أنا أنطي يعني أقولها بكل صراحة كل استعداداتنا وإجراءاتنا من خلال توجيه وزارة التربية وأيضا السيد المحافظ فيما يخص المراكز الامتحانية لا قلق عليها. أنا أحكي لك أنا كمديرية تربية الكرخ الأولى وأيضا مديريات التربية في بغداد، أما بالمحافظات ما أعرف يعني بالحقيقة. طيب هل وزارة التربية يعني ما زالت مصرة دكتور؟ هل وزارة التربية ما زالت مصرة على أداء الامتحانات في 12 من تموز القادم؟ هم وضعوا جدول، وبالحقيقة يعني ما كنا يعني الكل تفاجأ بهذه الأعداد الكبيرة من الإصابات يعني خصوصا بالعاصمة بغداد. نعم. الكل متفاجئ بهذا الموضوع. لذلك انا اعتقد هنالك قلق لدى وزاره التربيه وايضا قلق لكل مديريات التربيه، وبالتاكيد معالي السيد الوزير راح يرفع يعني راح يرفع الكتاب والمقترح اللي احنا قدمناه بتعليق الدراسه المتوسطه، وان شاء الله الايام يعني القادمه سيشهد هنالك قرار لصالح الطلبه ولسلامتهم. انا اقول سلامه الطلبه فوق كل الامتحانات فوق كل العام الدراسي، ونطمن عوائلنا نقول لهم احنا لا يمكن يعني لا يمكن من عندنا انه احنا نجازف. بارك الله بك دكتور. بهذه الظروف ونجازف بالامتحانات ونقول لهم اطمئنوا، ووزاره التربيه وكل المدراء العامين على العراق من يعني حتى من قبل السيد الوزير ولجنه التربيه ايضا يعني بتتابع هذا الموضوع فيما يخص وضع حد. اما طلاب السادس الاعدادي احنا عندنا مجال من هنا للثامن، لعل الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعلى على على نعم. المنطقه كلها من خلال تخفيف الاصابات، قد يدخل لقاح، قد يكون هنالك علاج،
مرحلة السادس الإعدادي لا زال الجدول يعني ثابت. أما موضوع الدراسة المتوسطة هي بيناتنا إحنا كمديريات التربية، طالب ينقسم من المتوسطة الإعدادية. لكن طلاب السادس هاي بيها مرحلة انتقال الطالب إلى مستقبل واسع، مجموعة طبية ومجموعة هندسية. نعم. وبعض الكليات. أنا أعتقد إحنا حريصين كل الحرص ونطمن عوائلنا نقول لهم يعني لا زال هنالك يعني مشاورات كبيرة من قبل هيئة الرأي بالوزارة ومن قبل متابعة من قبل السيد الوزير. نعم. باتخاذ قرار مناسب قبل إجراء الامتحانات إن شاء الله. طيب. حدثنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور فلاح القيسي المدير العام لتربية الكرخة الأولى، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك.